بينضم الينا عبر الهاتف الدكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي لمكتب هيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار، بنرحب بحضرتك. اهلا بيكو مايكل، واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم، وحابين نتعرف من حضرتك كده على اخر اخبار الطقس الحر اللي احنا بنعدي بيه دلوقتي، وخصوصا ان حضرتك قلت ان الطقس ده هينتهي يوم 28. خلينا بالفعل احنا بنشهد ذروه ارتفاع في درجات الحراره، يمكن اليوم العظمى على القاهره الكبرى تسجيل 38 درجه مئويه، كانت طبعا المحسوسه اعلى من 38 درجه مئويه بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه. متوقع غدا استمرار ارتفاع درجات الحراره واستمرار ذروه الارتفاعات، يعني احنا ذروه الارتفاعات في درجات الحراره بنتكلم ان هي اليوم وغدا ان شاء الله، مع طبعا استمرار ارتفاع نسب الرطوبه مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس. العوامل دي خلال الايام القادمه يمكن غدا وبعد غدا هتخلينا نحس بالاجواء شديده الحراره الرطبه فترة النهار على اغلب المناطق الموجودة في الجمهورية، فيما عدا المناطق المطلة على البحر المتوسط بتكون اقل طبعا درجات حرارة لكن اعلى نسب رطوبة، الاجواء عليها فترات النهار اجواء حرة رطبة. خلال فترات الليل في طبعا زيادة كبيرة نسب الرطوبة، يمكن ده عظمة الرطوبة خلال فترات الليل، بنحس بالاجواء من المائلة للحرارة الحرة الرطبة خلال فترات الليل على اغلب مناطق الجمهورية. احيانا في فترات المساء بنشهد وجود نشاط رياح، هو نشاط طبعا نسبي للرياح بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه لكن ما بيستمرش باقي فترات الليل، فعشان كده احنا فترات الليل بنحس بارتفاع نسب الرطوبه. ان شاء الله نطمن كل الساده المشاهدين ان اعتبارا يوم كمان الجمعه او يوم السبت القادمين، مش كمان يوم الاحد ان شاء الله، يوم السبت تحديدا هيكون في انخفاض في درجات الحراره بحوالي 3 درجات يوم الاحد، يعني يوم الاحد المفروض اللي هو 28 اغسطس. متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 34 درجة مئوية، فمتوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله هتكون أقل من اللي إحنا شاهدناها خلال هذا الأسبوع، لكن نسب الرطوبة هتستمر مرتفعة معانا إلى نهاية شهر 8 بإذن الله. طب دكتورة منار، يعني العودة لفكرة النسب الرطوبة، ناس كتير كانت الفترة اللي فاتت بتتكلم على نسب الرطوبة بتوصل في مناطق ل 95% وده بيعلي إحساسنا بدرجات الحرارة بشكل كبير، ممكن حضرتك توضح لنا النقطة دي أكتر؟ بالفعل يمكن احنا بنتاثر بمنخفض الهند الموسمي مع كتل الهواء القادمه من على البحر المتوسط، تمام. فطبعا هي القادمه على البحر المتوسط بتتحمل بكميات كبيره من بخار الميه فبتؤدي لارتفاع نسب الرطوبه. المناطق الساحليه بتبقى بسبب قربها طبعا من البحر المتوسط بتبقى فيها ارتفاع كبير في نسب الرطوبه بتتجاوز بالفعل ال 90 وال 95% فترات النهار فترات الليل، ايضا القاهره الكبرى بتكون 85%. فترات النهار بتبقى صورة الرطوبة بتوصل على السواحل الشمالية ال 50 و60%، مع فترات النهار مع ارتفاع درجات الحرارة نسب الرطوبة بتخلينا نحس ان درجات الحرارة اعلى من دايما اللي احنا بنقولها، تمام. لان احنا دايما بنقول درجة الحرارة المقاسة في الظل دون التدخل في اي عوامل ثانيه، لان ده طبعا الترمومتر بقى موجود في كشك خشبي جيد التهويه، طبعا مش معرض لاشعه مش معرض الشمس بالظبط، مش معرض لاي عوامل جويه، فطبعا درجه الحراره المقاسه في الظل تختلف عن درجه الحراره المحسوسه اللي المواطن بيحسها. العوامل اللي بتاثر في درجه الحراره المحسوسه طبعا اهمها نسب الرطوبه، هي اللي بتخلي درجات الحراره اعلى من المقاسه بحوالي من درجتين لاربع درجات، احيانا بتوصل لخمس درجات بسبب اختلاف نسب الرطوبه من منطقه لمنطقه. طب لو قلنا مثلا ايه اكبر مكان فيه نسب رطوبه؟ ده بيكون حاجه مثلا زي السواحل الشماليه؟ طبعا المناطق المطله على البحر المتوسط بسبب قربها من البحر المتوسط فهي اعلى نسب رطوبه، دي اللي فيها تتجاوز الرطوبه 90 و95%. طب احنا كده نصيف فين بقى؟ يعني لو الناس اللي عايزه تكون بتصيف وبتاخد اجازه جنوب سيناء وشمال الصعيد، بعد كده المناطق الموجوده في جنوب الصعيد. تمام، يعني دكتوره منار دلوقتي الناس عايزه تصيف، لو هو بقى السواحل الشماليه دلوقتي هي 95% نسب رطوبه، المفروض نكون بنروح فين او ايه الاماكن اللي نتجه ليها لو انا عندي عطله معينه عايز اخطط لها؟ هي طبعا المناطق الساحليه، لان هو بيقابل طبعا ارتفاع نسب الرطوبه انخفاض في درجات الحراره، يمكن القاهره الكبرى فيها ارتفاع في الحراره مع ارتفاع نسب الرطوبه، يعني احنا بنقول القاهره الكبرى متوسط درجات الحراره 37 مع 85% رطوبه، لكن المناطق المطله على البحر المتوسط هي طبعا نسب الرطوبه فيها مرتفعه لكن درجات الحراره بتبقى فيها اقل من المناطق الداخليه، فطبعا السواحل الشماليه دي احسن مكان نقضي فيه طبعا الاجازه خصوصا المناطق المطله على البحر المتوسط، لان كمان احنا كل ما اقتربنا من البحر في حاجه بنسميها نسيم البحر، نسيم البحر ده بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه رغم ان هي مرتفعه لكن احساسنا بيها ممكن تبقى اقل بسبب نسيم البحر دايما بيبقى موجود في المناطق الساحليه. كمان ال 95% دي بتبقى فترات الليل، فترات النهار بتكون طبعا يعني 50 و60%، وده طبعا نسبه كبيره جدا بالنسبه لدرجات الحراره العاليه اللي معانا. لكن بطبيعه الحال المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط هي اقل درجه حراره، احسن جو في العام في فصل الصيف تحديدا.
طيب يعني دكتور منار، يعني دلوقتي خلاص اللي عايز ان هو يصيف يتجه للسواحل الشماليه ودي افضل مكان، ولكن قد يكون ان الرطوبه العاليه دي تكون بتعمل ظواهر معينه زي فكره الشبوره او زي فكره مثلا وجود امطار او لا، فكنا برضو عايزين نعرف من حضرتك هل في شبوره معينه هتكون موجوده على الطرق الصحراويه او في فرص لتواجد امطار في المناطق اللي فيها رطوبه عاليه؟ هو طبعا المناطق الساحليه ما شاء الله متوقع من غدا يكون في فرص سقوط امطار، وتحديدا على مطروح والسلوم يوم الخميس ان شاء الله تمتد لبعض المناطق الداخليه من سواحلنا الغربيه كلها. تمام. وكمان بعض المناطق من شمال الدلتا. فغدا ان شاء الله وبعد غدا هيكون في فرص سقوط امطار خفيفه، هي هتساعد طبعا بوجود السحب وتكاثر السحب على ان ما نحسش بدرجات الحراره العاليه، وطبعا هتقلل احساسنا بدرجات الحراره او هتحجب جزء من اشعه الشمس. فرص الامطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه على المناطق المطله على البحر المتوسط، تحديدا المناطق الموجوده في غرب البلاد. فرصه الشبوره المائيه خلال هذه الايام هي طبعا بتبقى موجوده في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي شبوره مائيه خفيفه جدا. تمام. مش بتاثر على حركه المرور، لكن بتؤدي طبعا لانخفاض في الرؤيه الافقيه، مهم جدا ناخد بالنا منها. وهي طبعا في اغلب الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، مع تكونها دايما بيبقى في الساعات المتاخره من الليل، يعني الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس حتى الساعه 6 صباحا، بس ما نقلقش منها لكن ناخد بالنا منها. مهم جدا ان احنا نبقى في القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور في اوقات وجود الشبوره المائيه. مهم كمان واحنا طبعا بنقضي اجازتنا في المناطق الساحليه او حتى في القاهره الكبرى. تمام. نتجنب اشعه الشمس فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر، الفتره دي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. فبقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس. لو انا هبقى موجود في الشارع دايما معايا شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، لانها هتعلي احساسنا بارتفاع درجات الحراره. واكيد طبعا ضربات الشمس والانهيار الحراري وكمان بعض الحروق. مهم كمان ارتدي ملابس قطنيه فتحت اللون، ده هيساعد على عدم امتصاص اشعه الشمس، فبالتالي هيقلل طبعا احساسنا بارتفاع درجات الحراره. اتواجد في اماكن جيده للتهويه، يمكن دايما لما بنسمع ان في نشاط للرياح، وحتى احنا لسه بنتكلم على نسيم البحر، ده بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، فلازم نكون يعني اتواجد في اماكن جيده بنهتم بالتهويه بتاعتنا بشكل او باخر، وبنهتم طبعا ان احنا يكون معانا ميه علشان نكون قادرين ان احنا يعني لو حسينا ان احنا عطشانين مثلا في هذا الجو نكون قادرين ما يكونش فيه ديهايدريشن او جفاف. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، اللي قالت لنا الكثير والكثير من النصائح اللي ليها علاقه بالمفروض ازاي نتعامل في الجو ده، وقالت لنا كده نصيحه معينه وهي انك لو دلوقتي حاسس انك عايز تاخد اجازه فالسواحل الشماليه هي احسن مكان، ولكن احذر وان انت رايح في الطريق كده ان انت ما تتحركش في الفجر لان غالبا انت هتكون بتقابل شبوره. احنا بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية، لكن بعد الفقرة دي في فقرة مهمة جدا جدا بنتكلم فيها على جزيرة الوراق. ناس كتير شايفة ان بيحصل في جزيرة الوراق تطوير بشكل كويس قوي، وناس ثانية شايفة او بتسمع من اماكن مختلفة ان جزيرة الوراق بيحصل فيها طرد قسري للمواطنين الموجودين هناك. كل التفاصيل دي عشان نعرف بقى في الاخر ايه اللي بيحصل بالظبط في جزيرة الوراق، كل الموضوع ده هيكون موجود معانا بعد الفاصل، فانتظرونا. هذا البرنامج برعاية